جامعة سيدي سليمان ملكفان بعمالة مكناس، وعملية تسليم ما مجموعه 7800 هكتار من الأراضي على النساء السلاليات، عملية تندرج في إطار تسهيل حصول المرأة على الأراضي السلالية، وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس المركزي للوصاية، حيث استفادت النساء السلاليات من هذه الجماعة من عمليات توزيع الأراضي الفلاحية الجماعية في احترام كامل المساواة بين الرجل والمرأة. قصينا معاناة مدة 11 عام، يعني مثلا أنا المدة ديال من 2009 حتى 2020، يعني 11 سنة وحنا احنا في هاد العراقيل ديال التنفيذ. عندك قرارات، عندك قرار مجلس الوصايه، عندك وراخيك اون ريغل، وفاش كتجي للتنفيذ كتلقى مشكل ما يمكنلكش تنفذ. كان رد اعتبار المراه القرويه عامه في المغرب، وهذا الحمد لله شرف لينا كاملين كنساء، وكنشكروا كاع الناس اللي ساعدونا واللي ساندونا. الاراضي كلها كانت غير واقفه، غير يعني بدون ما تخدم، ما تحرث، ما تكون فيها حتى شي انتاج اللي يستفد منه المغرب ديالنا. فدابا عندنا ان شاء الله احلام اننا نديروا فيها بزاف ديال الامور، بزاف ديال المشاريع. ويرجع الفضل في هذا إلى القانون الجديد رقم 6217 الذي حقق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالأراضي السلالية بعد معركة طويلة. شيء عنده مردود على النساء السلاليات من ناحية المادية ومن ناحية يعني النفسية، أنهم وصلوا الحق ديالهم، تمكنوا أنهم وصلوا الحق ديالهم. إحنا تنديروا مجهودنا بكل سميتو باش اننا نوصلوا لشي نتيجه ايجابيه وتنساهموا في هذا اللي سميتو يكون النساء السلاليات مثل الذكور. العديد من الملفات تمت معالجتها وحلها على مستوى الجماعه، الامر الذي كانت له انعكاسات على الوضع الاجتماعي والمادي للنساء السلاليات بالمنطقه. ساهمت في ذلك الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية ومختلف الأطراف المعنية.